منورنا يا دكتور، وخلينا نبدأ بالتفرقة ما بين الوسواس القهري والشخص الموسوس. ايه الفرق ما بين؟ احنا الأول نعرف للناس ببساطة يعني ايه وسواس قهري، وبعدين نفرق ما بين الشخصيتين. تمام. او ما بين اضطراب وما بين نمط شخصية. الوسواس القهري يقال ان هو اضطراب الوسواس القهري الاضطراري، ومن المعنى نبتدي نعرف تفسيره ايه. هو بيقال ان هو اضطراري، معنى كده ان الشخص بيكون عارف ان هو بيعمل حاجه زياده عن الحد او زياده عن المطلوب، وفي نفس الوقت في حاجه بتمليه، كاني جواه شخصيه تانية او انسان تاني بيقول له اعمل كذا. الوسواس القهري ليه شقين: افكار قهريه وفعل قهري او سلوك قهري. الافكار ممكن تكون في كمثال العد القهري، يعني نلاحظ بعض الناس عندهم المشكله دي ان هو طول ما هو ماشي يبتدي يشوف لو اليوفط المتعلقة في الشارع، يبتدي يعد المربعات، يبتدي يشوف أرقام العربيات ويبتدي يعد، يبتدي يعد الخطوط الدوائر. هو عمال يستخدم أسلوب غريب كده، هو مش عارف هو بيعمل كده ليه، ولكن ده اسمه وسواس قهري، اسمه العد القهري. ده بيبقى خاص بالأفكار. كمان في الناس اللي هي مواظبة على الصلوات، يبتدي وهو بيصلي يقول أنا صليت ولا لأ، طب أنا قلت كده ولا لأ، طب أنا أخطأت في حاجة، فيبتدي يعيد الصلاة مرة تانية. دي أفكار بتجيله. ده بالنسبة لسلوك الفكر. سلوك الفعل، سلوك الفعل عندنا برضو كذا نوع من أنواع الوسواس القهري. فيه وسواس خاص بالنظافة، وده أكثر انتشارا هنا. في كمان وسواس قهري خاص بالتنظيم، كل واحد عايز الحاجة مرتبة ودقيق جدا فيها، ويعيد ان الحاجة دي مرتبة اكتر من مرة. في حاجة تانية اسمها سلوك التأكد، ده برضو سلوك ان اتأكد ان البوتاجاز اتطفى، اتأكد ان انا قفلت الباب، اتأكد ان انا قفلت العربية. والانسان يفضل يمارس ده لمدة ساعة على الاقل يوميا، ده كده يكون اضطراب الوسواس القهري. وهو مرض احنا بنقول هو منشأه بيولوجي، يعني هو بيحصل بسبب بيكون في عدم اتزان في النواقل العصبية الخاصة بالمخ. فده بيحتاج بعد كده، النقطة دي نبقى نتكلم فيها، ان هو يحتاج كمان علاج دوائي. طيب انا اعرف ازاي ان انا عندي وسواس قهري من ان انا شخص موسوس؟ يعني قفلت العربية ولا لا؟ ده الواحد بيفضل يقفل العربية لحد ما يطلع البيت مثلا، يعني طفيت البوتاجاز ولا لا؟ جارية رايحة النادي بالولاد فافضل طول الطريق يا ترى قفلته ولا لا؟ طفيت التكييف ولا لا؟ يعني ده كده وسواس قهري ولا شخص موسوس؟ نقول بعض الفروق ما بين الوسواس القهري وما بين صفة في الانسان أو حاجة بتنسب للإنسان اسمها شخصية وسواسية. الفرق ما بينهم إيه؟ الوسواس القهري كاضطراب، الشخص المصاب بالاضطراب ده بيكون عارف إن هو كل فعل بيعمله أو كل تكرار لفعل بيعمله هو بيرهقه، وهو مش راضي عن ده، ولكن هو مضطر يعمل ده عشان يخفف من وطأة القلق اللي عنده أو التوتر اللي عنده. يعني هو مش بيحس بالراحة غير لما يقوم بالفعل ده أو يعمل يستجيب للفكرة دي. هو عارف إن ده غلط، بس هو فكرة إن هو يستجيب لها ده اللي بيخليه التوتر عنده يبتدي، مش قادر يتحكم في نفسه. مش قادر يتحكم في نفسه بالظبط كده. على خلاف بقى الشخصية الوسواسية، الشخصية الوسواسية هي شخصية مدققة جدا جدا، سعية للكمال، عايزة كل حاجة تبقى معمولة بأدق التفاصيل، ولكن بشكل ممكن يكون شكل عكسي. بمعنى إيه؟ يفضل يهتم بتفاصيل حاجات صغيرة جدا، لدرجة إن هو الهدف الكبير يبتدي يتشغل عنه، يبتدي ينشغل بتوافه أمور وحاجات بسيطة قوي عايزها تطلع بأدق التفاصيل في سبيل الهدف النهائي اللي هو عايز يوصله يضيع منه. فصاحب الشخصية اللي بنقول عليها الشخصية الوسواسية في كتير من الأمور في حياته ما بيكملهاش، عشان كده نلاقيه متعدد المهام، وفي نفس الوقت ممكن يكون المهام نفسها مش بيكملها لنهايتها. يعني هو بيعمل حاجات كتير لكن مفيش حاجة فيهم بيعملها كمان، ده يعني يكون زي ما بالظبط كده. وفي نفس الوقت هو ما بيبقاش عارف ان هو عنده مشكلة، هو بيقول ده الطبيعي وده نمط شخصيتي وانا شخص منظم وانا شخص ساعي للكمال فانا ما عنديش مشكلة. الشخص الموسوس ده ليه علاج زي اللي عنده وسواس قهري ولا لا؟ هو للاسف احنا عندنا الخط العلاجي الاول للوسواس القهري ان الانسان يكون بيعترف ان هو عنده مشكلة،
فده موجود في الاضطراب ومش موجود في الشخصية الوسواسية. عشان كده بنلاقي صعوبة كبيرة في تغيير نمط شخصية أو صفات الشخص اللي بيتمتع بالشخصية الوسواسية. بس حد يقول لك أو أنا يعني لو عندي وسواس قهري أو مشكلة في أن أنا محبكها حبتين في النظافة، ما دي حاجة كويسة يعني أنه هو يبقى مكانه نظيف، أن بيته نظيف ومرتب ومنظم، دي مش حاجة وحشة. أنه يتأكد أنه حضرتك قلت الأفكار، يعني أن الأفكار اللي موجودة عنده دي أفكار سليمة وصحيحة، سواء في الصلاة أو في علاقاته مع الأشخاص أو في أدائه لمهام مهنته أو أدائه الاجتماعي مع قرايبه وأصدقائه. هو ايه اللي يزعل حد من ان انا عايز الحاجه تبقى كامله مكمله؟ يعني هو طبعا يعني اشكر حضرتك على السؤال ده، لان في خلط عند كتير من الناس ما بين ان انا عندي وسواس قهري وان انا شخص منظم ومرتب في حياتي. الشخص المنظم ومرتب ما بيبقاش عنده مشكله في ان هو يقوم بالحاجه المطلوبه منه، وبيحس بسعاده بعد ما الحاجه تنتهي او بعد ما يكمل او يؤدي المهمه بتاعته، نفذها خلاص خلاص هو نفذها فبيحس بسعاده. الشخص اللي عنده وسواس قهري ممكن فعلا الحاجة تتعمل على أتم وجه، ولكن هو يكون حتى حزين وما عندهوش الفرح بتاع الإنجاز. ليه؟ هو حاسس إن هو بذل مجهود كتير، والمجهود ده أدى القلق وتوتر ومخاوف وعدم ثقة بالنفس. لأن غالبا المصاب بالوسواس القهري في اضطرابات بتبقى مصاحبة ليه، زي القلق العام والمخاوف والاكتئاب الرئيسي، لأنه هو هنا بيدور على الكمال اللي هو مش موجود أصلا. فكرة ومبدأ الكمال مش هيكون موجود، وبالتالي هيكون رافض حتى لو عملها صح. بالظبط كده. تمام. طيب الشخص اللي عنده وسواس قهري هل ممكن يأذي نفسه أو يأذي حد من اللي حواليه؟ اللي بيكون عنده وسواس قهري احنا قلنا ان هو اضطراب بيولوجي ولكن مش مرض عقلي، فهو بيكون على وعي تام بكل التصرفات اللي بيعملها. ولكن أقصد لما يوصل لمرحلة صعبة العلاج وهو غير معترف أنه هو عنده مشكلة نفسية ويوصل مثلا للاكتئاب بشكل مفرط أو كده، هل ممكن يأذي نفسه أو اللي حواليه؟ يعني إمتى اللي حواليه ياخدوا بالهم مثلا إذا هو غير معترف ياخدوا بالهم ويحاولوا يساعدوه؟ هو أكتر ناس مصابة بالوسواس القهري لو كان في اضطراب مصاحب ليها هو اضطراب الاكتئاب، ممكن اكتر حاجة تعملها في الاذى هو اذى نفسي او تأذي نفسها. في ناس بتوصل للانتحار وان كان عددهم قليل، لكن ده موجود وبنشوفه حوالينا. ده في اي نوع من الوسواس اللي يوصل لدرجة الانتحار؟ الوسواس المصاحب للاكتئاب. تمام. وسواس غير معالج فابتدى يجيب معاه اضطرابات تانية، فالاكتئاب الشديد جمع أفكار انتحارية، وفي ناس كتير بتبتدي تنفذها بشكل فعلي. هو نسب الأشخاص اللي بتصاب بالوسواس القهري ديت في دراسات محددة مثلا نسب على مستوى العالم على مستوى محلي ولا لا؟ بشكل عام هي الدراسات بتقول ان 1-3% من سكان العالم عندهم الوسواس القهري، ولكن النسبة دي ما بنقدرش نقول ان هي عندنا في مصر دقيقة جدا، لان احنا عندنا اعداد اكبر من كده من المصابين بالوسواس القهري. وفي ناس يعني كمان مع بداية ان احنا عندنا الوعي ابتدى يزيد، الوعي النفسي ابتدى يزيد عندنا في مصر، فابتدينا نكتشف حالات اكتر خلال الوقت اللي فات ده. طب هل الموضوع ده ممكن يكون له وسواس قهري ايا كان نمطه او نوعه، ممكن يكون وراثي ينتقل من اب لابن او غيره؟ هو الوسواس القهري بشكل عام من الاضطرابات اللي فيها جانب من الوراثه، وده طبعا ده بعد دراسات وابحاث لعده سنوات طويله اتاكدنا ان الوراثه ليها دور كبير خاصه في اضطراب الوسواس القهري. ولكن احنا ممكن نعمل وقايه لو حد عنده وسواس قهري، ابتدي بعد كده في وسائل علاجية ممكن هنقولها في الحلقة نبتدي علشان خاطر الوسواس ده ما يتنقلش بشكل كبير. قبل فكرة الوسائل العلاجية، هو امتى يظهر على الشخص لو هو هيبقى في فرصة انه يبقى عنده وسواس قهري سواء وراثي او حتى حديث العهد بيه؟ يعني في اعمار محدده بالدراسات مثلا انه في المرحله العمريه دي ممكن يصاب بالوسواس القهري، ولا من هو طفل بتبان عليه اعراض مثلا؟ هو يعني في اضطرابات او جزء من الوسواس القهري، ولكن يعني ممكن شخص يبقى فوضوي كده ومش منظم وما اعرفش ايه، وفجاه يتحول لشخص عنده وسواس قهري في النظافه. هو ده في سن الطفوله
نادرا ما يحدث، لكن هو بشكل عام بيحصل ابتداء من سن المراهقة، بتبتدي العلامات تبتدي تظهر عليه. في نوع بس من أنواع الوسواس القهري ممكن يبتدي في سن مبكر عن كده، هو بيبقى وسواس قهري مع أعراض تشنجية، إن الإنسان بيبقى مش قادر يتحكم في حركة عينه أو في حركات خاصة بالوجه أو بالرقبة أو بالكتف. ده ممكن يبتدي قبل سن المراهقة. ده نتيجة لحاجة معينة ولا هو ده في حد ذاته الوسواس وأعراضه بالنسبة له؟ لا، هو ده لحد الآن غير معروف السبب، أو ما نقدرش نحط سبب بعينه هو اللي يكون بيؤدي إلى ده. لكن بشكل عام الوسواس من بعد سن المراهقة، يعني بنقول من سن 18 سنة الوسواس بيبتدي يظهر، وأحيانا برضو ما بيكونش ليه سبب محدد. الشخصيات دايما اللي بتبقى ساعية للكمال، الشخص دايما اللي بيبقى على علاقة وطيدة بالصلاة وبالأمور الدينية وشخص خلوق، ممكن يصاب بالوسواس. عاوز أكون على يعني على أكمل وجه يعني. بس هل يا فندم احنا كلمنا عن أكتر من نمط بالنسبة للوسواس القهري، في الخاص بالسلوك أو العادات أو النظافة أو غيره، هل في دراسات أو أي شيء بيوضح مثلا أكترهم أو النسبة المئوية أكتر بالنسبة لكل الأنواع والأنماط دي؟ هو في أربع أنواع على وجه التحديد هما الأكثر انتشارا من الوسواس القهري. وسواس النظافة على رأسهم طبعا، وده في ناس كتير بتتصاب بيه. في وسواس التكرار، وتصابت بيه في الفترة الأخيرة بسبب الكورونا. بالظبط، كمان فترة كورونا دي كانت عليها عامل كبير جدا في الإصابة بالعديد كمان من الاضطرابات النفسية، مش الوسواس القهري بس. والله وسواس النظافة يعني ده كان يبقى شيء كويس جدا أيام كورونا، يعني هيبقى هيحميهم. بالظبط، شيء وقتي يعني. ولكن هو من الناحية الفعلية هو اضطراب مرهق جدا للشخص المصاب بيه، وما بيقدرش يستمر في حياته بشكل طبيعي، علشان كده هو بيطلب العلاج بنفسه. يعني دايما احنا عندنا في الامراض النفسية في جزء من الامراض الشخص المريض ما بيبقاش معترف بالمرض بتاعه، لكن الوسواس القهري من الاضطرابات اللي الشخص بيبقى جاي ومقدم على العلاج وعايز يتعالج، فده بيدي فرصة ومساحة كبيرة ان العلاج يكون طب في فترة. احنا قلنا اربع انماط، وده اسف لمقاطعة حضرتك، اولهم النظافة على رأسهم، الباقيين ايه بالنسبه للوسواس؟ وسواس التاكد، ان الشخص يبقى بيتاكد من الحاجه اكتر من مره علشان يحس ان هو مستريح او ان الحاجه دي اتعملت. وسواس الترتيب، دايما كل حاجه عايزها تكون بشكل معين، ولو ما بقتش بالشكل ده انا ممكن يحصل لي توتر وخوف. هي مش فكره بس ان انا عايز اكون، لو بيوتر اللي حواليه كمان. يعني اذا طبعا. اذا مثلا قاعد انت مع حد عنده وسواس قهري وحطيت الفنجان بطريقه مش اللي هو معتاد عليها، هو بيقوم ينط من مكانه ويعدله، يعني يسيبك يعني يسيب الحوار والدنيا كلها ويعمل كده. يعني الشخص ده غالبا علاقته ما بتبقاش سويه، طول الوقت متوتر، بيحاول يبعد عن الناس، وعشان كده ده بيبقى عرضة أكتر للإصابة بالقلق وبالتوتر وبالاكتئاب من أي حد تاني.